السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد من القناة محسن الغزالي. يحييكم ويشكركم على دعمكم المتواصل. تحية خاصة للناس اللي كتابعنا من داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. ها نحن الآن نتجه إن شاء الله نحن وإياكم إلى مشروع جديد، وهو المشروع ديال المسبح الأولمبي. احنا دابا تنتجو إن شاء الله المسبح الأولمبي ونصور آخر المستجدات ديال البناء ديالو. تابعوا معنا الفيديو وتعرفوا على التفاصيل أكثر إن شاء الله نحن وإياكم. احنا دابا كنتجهوا الإخوان باش نحطوا السيارة إن شاء الله، ونتجهوا للمكان باش نصور لكم آخر المستجدات ديال البناء ديال هذا المسبح الأولمبي، وكذلك نعطيو بعض التفاصيل ديال هذا المشروع أيضا. نحاولوا شوية تخوى الطريق باش ندخلوا ان شاء الله لهذا الباركين. هذا الباركين تابع المركب مولاي عبد الله، الناس اللي كتجي تتفرج في مباريات كرة القدم ديال المركب تحطو هنا فين تحطو السيارة ديالو. المهم كان معلومة وصافي. المهم احنا ان شاء الله راه هنا ما بعيدش بزاف على المحطة الطرقية والممر ديال الجديد ديال النفق ديال المحطة الطرقية اللي دزنا عليه عاد دابا. وإياكم إن شاء الله سنكتشف هذا المسبح الأولمبي، وكذلك أخذ نظرة داخل هذا المسبح لنرى الأشغال فين وصلت إن شاء الله. حنا دابا كنتواجدو على الشارع ديال بالقرب من شارع الحسن الثاني اللي على اليسار ديالنا. انتوما كتشوفوا معنا، انا كنحاول نصور لكم المسبح الاولمبي من زاويه بعيده امام الباركين ديال المتابع لمركب مولاي عبد الله. كما تشوفوا معنا هذا هو الشارع منين طلعنا. الا هبطتي معايا حتى لتحت راه كاين تما كاين الممر ديال النفق اللي تبنى ديال المحطه تابع للمحطه الطرقيه الجديده. كيف ما تشوفوا معنا هذا هو المسبح الأولمبي. الأشغال تبارك الله راه في تقدم مستمر. كل مرة كنجيو نصورو في المكان هذا إلا وتنكتشفوا بأن حصل تقدم على مستوى الأشغال. نذكروا بأن الشركة اللي مكلفة بهذا المشروع وهي شركة جيت كونتراكتورز، هي اللي مكلفة بالإنجاز ديال هذا المشروع. الميزانية ديال هاد المسبح الأولمبي وهي قدرت ب 12 مليار و 100 مليون ديال السنتيم. كيف ما تشوفوا معنا جيت كونتراكتورز، هذا هو الشعار ديال الشركة. قلنا بأن هاد المسبح راه كيتواجد أمام مركب مولاي عبد الله بالقرب ليس بعيد من المحطة الطرقية الجديدة، تقريبا واحد 200 متر تقريبا ما بينها وبين المحطة الطرقية الجديدة اللي كتبنى اللي ديجا درت لكم عليها فيديو. كما تشوفوا معنا هنا كنحاول نوري لكم الشكل ديال النهائي ديال المسبح الأولمبي. هذا هو الشكل ديالو تقريبا، راه ما فقاش بزاف الأشغال فيه. كيف ما تشوفوا معنا اللي صورت لكم من الجهه الاخرى، تقريبا بدات الاشغال هنا بزاف بانها في تقدم مستمر. كيف ما تشوفوا معنا هنا في هذه اللائحه، هذا هو الشكل النهائي، هو تيبان في واحد اللائحه اشهاريه واحده اخرى. هذا كيف ما تشوفوا معنا الاشغال لا تزال مستمره، لكن اعتقد ان الاشغال ما فقدش فيه بزاف. كما تشوفوا معنا هنايا المناطق الخضراء تبارك الله امام هذا المشروع الضخم على مقربة من مدينة تمارة، اي بالحدود الرباط ومدينة تمارة. هنا على اليسار هذا وهو القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الامير مولاي عبد الله. هنا بين ان المساحة ديال هذا المشروع ديال المسبح الاولمبي وهي 12700 متر مربع. الشركة المكلفة هي شركة جيت كونتراكتورز. هنا كنحاول نصور لكم البرج ديال اتصالات المغرب اللي كيتواجد بحي الرياض، وهذا اللي تنزوم عليه دابا. المهم الاخوان ما حتى نصور لكم مزال سنعطيكم بعض المعلومات باش تستافدوا في الفيديو.
كيف ما تشوفوا معنا قلنا بأن هذه هي القاعة المغطاة اللي على اليسار ديال المسبح، هذه كنصور لكم دابا الآن القاعة المغطاة التابعة للمركب الأمير مولاي عبد الله. قلنا بأن هذا المشروع هذا المسبح هذا وهو ثاني مسبح أولمبي من 500 متر في المغرب بعد مسبح مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. الطاقة الاستيعابية كيتوفر هاد المسبح على 1500 متفرج بالإضافة إلى محلات أخرى ومرافق أخرى. كما تشوف مثلا نحاول نصور لكم من الجهة الأخرى الآن باش تكتشفوا معنا المسبح لحظة بلحظة ونكتشف نحن وإياكم. هنا غادي نحاول نزومي لكم على اللائحة واش تبان لكم مزيان اللوحة ديال اللي كتعني ديال المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، راهي هادي واش تبان لكم مزيان من الأشجار. كما تشوفوا معنا هنا راه مبعيداش مدينة التمارة، هادي هي الطريق ديال مدينة التمارة، الناس اللي غاديين لتمارة. هنا كنحاول نزومي لكم على المسبح الأولمبي من جميع الاتجاهات حتى تشوفوا الصورة بشكل واضح. كيف ما تشوفوا معنا سنحاول نصور لكم من جميع الاتجاهات باش تكون الصورة واضحة. الهدف ديال هذا المشروع وهو ديال هذا المسبح الأولمبي كما تشوفوا معنا الآن وهو احتضان المنافسات الدولية والعالمية. هانتوما نحاول نوري لكم هنايا في الشكل النهائي ديالو، وفي نفس الوقت غادي ناخذ نظرة على الداخل ديال الأشغال. هانتوما كتشوفوا معنا الأشغال تبارك الله راه قريبة. هنا تيبان لينا المسبح الأولمبي بشكل واضح أكثر من الاتجاه الآخر. كيف ما تشوفوا معنا هنا الأشغال على اليمين وعلى اليسار، هنا كيبان لينا القاعة المغطاة ديال التابعة لمركب مولاي عبد الله. أنا نحاول نصور لكم اتجاه آخر ديال الأشغال، ناخذ نظرة داخل الأشغال كيف ما تشوفوا معنا هنايا. هانتوما هنايا لحظة بلحظة للتعرف على آخر مستجدات أشغال المسبح الأولمبي المتواجد بمدينة الرباط. وهذا الأشغال ديال المسبح الأولمبي كتدخل في ضمن برنامج الرباط مدينة الأنوار. هانتوما كتشوفوا معنا هنا. غادي نحاول نصور لكم من الداخل ديال هذا المشروع هذا من جميع الاتجاهات حتى تصلكم الصورة بشكل واضح. هذا هو الشكل النهائي ديال المسبح كيفاش غادي يكون. كيف ما تشوفوا معنا في اللائحة الإشهارية ديال خارج المسبح، كيف ما تشوفوا معنا هنايا اللائحة المعلقة على الخارج. الصراحة راه هذا المسبح وهو شكل من الأشكال الهندسي الرائع وتذكير لعدة مشاريع تم تصويرها على القناة كبرج محمد السادس، محطة القطار رباط المدينة، المحطة الطرقية الجديدة، تم تصوير أيضا عدة باركينات بباب شالة وباب الأحد، تم تصوير مشروع ضخم على لوكاروسيل، الاسم ديالو لوكاروسيل على كورنيش الرباط، ثم تم تصوير مشروع المستشفى الجهوي اللي كيتوفر على طائرة الهليكوبتر. أرى هاد المشاريع اللي ذكرت تقريبا كامل درتها في التصوير ديال الفيديو. غادي نخلي لكم الروابط ديال هاد الفيديوهات في الديسكريبسيون في صندوق الوصف باش اللي ما شافش هاد الفيديوهات يشاهدها حتى هي. رائعة الصراحة، فيديوهات رائعة بالتعليق ومعلومات مهمة. انا مازال كنحاول نصور لكم الداخل ديال المشروع من جهة اخرى ديال المسبح الاولمبي من جهة اخرى حتى تتضح الصورة. وفي الاخير ما تنساوش ديروا لنا لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
باش توصلوا فيديوهات اخرى من القناة. شكرا لكم جميعا وتحياتي لكم جميعا على الدعم والصنع.